مها جوزها لسه داخل عليها بهديه عيد ميلادها، تليفون جديد وسنه اشتراك في الجيم اللي كان نفسها فيه. بس ده عيد ميلادها مش النهارده، ده لسه كمان 5 شهور. مي فجاه دخلت على ميدو الاوضه وماسكه في ايديها شنطه ومقلمه ولبس المدرسه. ميدو طبعا مش فاهم حاجه عشان هو لسه اصلا ما دخلش المدرسه. منى لقيت ابنها فجاه داخل عليها معاه كيتش ماشين وبيقول لها كل عيد ام وانتي احلى ام في الدنيا. تفتح الهديه طبعا مش مصدقه نفسها، بس عيد ام ايه اللي في نوفمبر ده؟ محمود دخل وصح ابنه من احلى نوم عشان يفرجوا العشر مايوهات اللي لسه جايبهم له. طبعا صحي مستغرب جدا، بس خلاص الشتاء دخل والصيف خلاص خلص. احمد بقى لسه جاي له جزمه جديده، بس هو مش فاهم هي ليه مقاسين اكبر من رجله. طب ما اكيد يا احمد، اصلهم شاريين في عرض فاليو فرايدي، ففرصه يشتروا للسنه دي وللسنه الجايه. دلوقتي مع فاليو لما تشتري اي حاجه فاليو فرايدي هتشتريها من غير فوائد، من غير مصاريف شراء، ومن غير مقدم، وقسط على 6 شهور. خلي الكاش وادفع بفاليو.